المباراة كانت مقسمة إلى أجزاء. في البداية الأهلي أضاع فرص كثيرة جدا، كان ممكن إن هو يحرز منها أهداف ويريح أعصاب اللعيبة والجماهير. هي آخر 10 دقائق كان الأهلي فيها غير عادي، استطاع أن يحقق الفوز على إنبي، وإن كمان في الحكام ليهم مش عارف موقف من الأهلي. يعني هي كان في ضربة جزاء واضحة للنادي الأهلي، الحكم لم يحتسبها، واحنا نتمنى من المدير الفني لفريق النادي الاهلي ان يحافظ على مستوى اخر 10 دقائق. هو اداء النادي الاهلي يعني كويس بنسبه 70%، يعني احنا الفرقه ناقصه وفي لعيبه كتير متصابه يعني كتر خير النادي الاهلي وكتر خير لعيبه النادي الاهلي، انما مستوى امبارح يعني بيثبت ان في روح في فرقه النادي الاهلي لاخر دقيقه. الاهلي كان خسران ونادي انبي كان مدافع بصوره قويه يعني، وفي اخر الماتش النادي الاهلي فرض شخصيته وقدر يتعادل، وطبعا قدر يحرز الهدف الثاني والحمد لله على المكسب. يعني نتيجه يعني مش يعني المفروض ان احنا نكسب اكتر من كده، يعني ضيعنا كتير. والله هو الريمونتادا اللي عملوها لاعبي الاهلي امبارح كانت رائعه، وكان يعني عداله السماء نزلت على الملعب امبارح. بس للاسف برضو هنقول ان العقم التهديفي عند لاعبي النادي الاهلي لازم نشوف له حل. اللي حصل دوت نقدر نقول انه يعني اقرب الى كونها ضربه حظ. إن نجيب جونين في آخر 3 دقائق من الوقت الإضافي ده شيء جميل ورائع، ولكن أنا مش عاوز نتركن على هذا النمط. إحنا النادي الأهلي بيخلص الماتش من التايم الأولاني. أداء الأهلي امبارح طبعا في حدود الإمكانيات معقول جدا، لأن الفريق كله مصاب، يعني اللعيبة الأساسيين مصابين. أنا شايف إن الأهلي كان أفضل امبارح. طبعا الماتشات اللي قبل كده كان الاهلي ما كانش كويس، بس انا شايف امبارح في فرص وفي لعب افضل من الفتره اللي فاتت. احنا اتمنى ان هم يكملوا على كده، لان طبعا الدوري طويل زي ما انت عارفه، لان الاهلي لو ما بداش يكسب الماتشات اللي جايه هيبقى بعيد شويه عن اللقب. يعني انا اتمنى طبعا التوفيق للاهلي وانه يكمل، والاهم اللي جاي كمان الفاينل بتاع افريقيا، ده اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني كانوا كويسين قوي، والهجوم كان كويس لحد مع علي معلول، كنا الاول مغلوبين لحد مع علي معلول نزل وجابوا جنين كسبنا الماتش. هو الحقيقه من فضل الله سبحانه وتعالى احنا كسبنا بالرغم الضغط الشديد كان على اللعيبه وعلى الفريق كله. والله الاداء كويس قوي، بس المشكله في التلت الهجوم الاخير قدام الجول، في فرص ضايعه كتيره جدا، وده مش يعني حاجه مش كويسه للفرقه. انا شايف ان يعني اتحسن نوعا ما امبارح، ولكن انا اتمنى ان المباريات اللي جايه تبقى اقوى من اللي احنا شايفينه ده، لان انا كل مش معقول انت احنا بنتعذب بالفرص اللي بتضيع من الاهلي على مدار ال 90 دقيقه مستنيين الاهلي يدخل جول. وطبعا دي عمليه صعبه، الاهلي فيه نجوم كتير ونجوم كبار كتير، وفي مدرب كويس وفي اداره كويسه، المفروض كل دول يجتمعوا في ان هم يعملوا اداء كويس. المفروض دي تبقى المفروض دي اغلى واحسن فرقه موجوده في مصر. يعني المفروض الفرقه ديت من اول الماتش جايبه لها 2 الشوط الاولاني و2 الشوط الثاني، حاجه تفرح الناس، مش افضل قاعد على التعادل لغايه اخر ثانيه واتغلبت كمان، وبعدين جيت في اخر 90 بعد 90 دقيقه كسبت. والله انا شايف ان الاداء بيتحسن، وان موسيماني خطوه خطوه، اهم حاجه هو عنده النهائي الافريقي وربنا يوفق. وانا بشكر الكابتن محمود الخطيب على الدعم اللامحدود لفريق الكوره، واحنا كاعضاء جمعيه عموميه بنسمن دور مجلس الاداره كله في ان هو بيهيئ الفريق ان شاء الله لحصد البطولات، وان هو النادي الاهلي معودنا على طول ان احنا في مركز البطولات مركز تاني، ده ما ينفعش. فان شاء الله الاهلي الدوري بتاعنا وافريقيا بتاعتنا ان شاء الله.